نرحب بكم أجمل ترحيب مشاهدينا مشاهدي قناة تعلم العود من عاشق العود زياد هادي الأستاذ في المعهد الموسيقى العالي. أهلا بكم مشاهدينا، ونستمر بدروس أو سلسلة من الدروس التعليمية لتعلم الموسيقى أولا ومن ثم تعلم آلة العود. احنا كان عندنا في الحلقة السابقة هو أماكن الخطوط والفراغات، كان الدرس الأول، والآن الدرس الثاني اللي مثل ما تشاهدون أمامكم المدرج الموسيقي والخطوط الوهمية والسلم الموسيقي إضافة إلى الأشكال الموسيقية. لو نروح أولا على أو نذهب إلى المدرج الموسيقي اللي هو عبارة عن مجموعة من الخطوط والفراغات الموسيقية، ومثل ما نلاحظ بالرسم الأول اللي موجود أمامكم اللي عبارة عن 5 خطوط واللي مفتاح صول على الخط الثاني، ومن ثم مبتدئين بنغمة مي. هذه هي الأسماء الخطوط، لو نلاحظ المي على الخط والفاء بين الخط. إذن الآن إحنا نأخذ الأسماء، أسماء الخطوط وأسماء الفراغات. للطالب في البداية، في بداية معرفته لمدرج أو المدرج الموسيقي، يجب أن يحفظ اسم الخط واسم الفراغ. فنلاحظ بالرسم الأول اللي هو مي، ومن ثم بين الفراغ فا، ومن ثم على الخط الثاني اللي هو صول، وتقدر تحفظه من خلال مفتاح صول على الخط الثاني، ومن ثم بين الخطوط لا، ومن ثم سي اللي هو الخط الثالث، ومن ثم دو، ومن ثم الخط الرابع اللي هو ري، ومن ثم مي بين الفراغ، والخط الأخير والخامس اللي هو فا. هذا كان المدرج الموسيقي وواضح أمامكم. ومن ثم ننتقل إلى الخطوط الوهمية. الخطوط الوهمية هي خطوط وفراغات موجودة فوق وتحت المدرج الموسيقي، والفائدة من أدها الاتساع بالمساحة الصوتية في التأليف الموسيقي، يعني نستفاد من أدها في التأليف الموسيقي خاصة في الاسكورات، يعني اللي عدة خطوط في التأليف الموسيقي. لكن أنت كمبتدئ عليك أن تحفظها مثل ما موجود عندك بالرسم، مؤشر بالأحمر واللي هي تحت الخط ري، أنا من الأسفل حاليا، ومن ثم دو، وانظر إلى الدو سوداء، علامة سوداء فيها خط في الوسط، هذه دو، ومن ثم سي علامة سوداء في الأعلى خط، ومن ثم لا أمامكم اللي هي علامة سوداء وبها خط في الوسط وخط فوق. كما ضفت علامة صول، أنا ضفت علامة صول اللي هي صول القرار اللي هي أيضا مستديرة سوداء وفوقها أو فوقها خطين. الآن عرفنا المدرج الموسيقي اللي هو مكون من 5 خطوط واللي تسمياتها ونغماتها بين الفراغات والخطوط. الآن راح ننتقل إلى السلم الموسيقي واللي هو عبارة عن 7 درجات أو حروف موسيقية متسلسلة، من متسلسلة تسلسل في قياس واحد وفي ترتيب متدرج. فالدرجة الثامنة هي جواب أوكتاف الدرجة الأولى. يعني كيف؟ عندنا هذا الرسم اللي يمثل السلم الموسيقي اللي هو من الدو والري والمي والفا والصول واللا والسي ومن ثم الدو. أصدقائي لازم تفرقون الفرق بين المدرج والسلم. المدرج هو اللي عرفناه اللي هو متكون من 5 خطوط فقط، وبين الفراغ وعلى الخط اسم النغمة. أما السلم الموسيقي فهو يبدأ من الدو وينتهي في الدو مثل ما الرسم الأخير الموجود أمامكم.
آخر رسم أو آخر صورة اللي موجودة أمامكم. هذا ما موجود بالمدرج والخطوط وهمية وسلم موسيقي. أنا حاب من خلال هذه الدروس أن نقدر نتسلسل وفق الدرس الأول والدرس الثاني إلى أن ندخل في تعلم العود، حتى تكون عندكم معرفة بالنوت الموسيقية وتكونون مثقفين. وأيضا أنا راح أستخدم أيضا دروس للي لم يستطيع أن يتعلم النوت الموسيقية، راح يكون عندنا نوت حرفية. الموضوع الأخير راح ناخذه إن شاء الله بالدرس الثالث اللي هو الأشكال الموسيقية والقيمة الزمنية. مثل ما تعرفون أحبابي، تكتمل قراءة الموسيقى وتصبح لغة إذا وضعت هذه القيم فوق المدرج الموسيقي. يعني أنا هنا أركز على الدرس القادم إن شاء الله، كيف راح تعرفون النوار والبلانش والكروش، العلامات الموسيقية واللي من خلالها راح تعرفون كيف راح تقرون نوتة. شكرا لكم، واتمنى من عندكم ان تضغطون بالاشتراك وزر الاعجاب وتشتركون في هذه القناة اللي هي عبارة عن سلسلة دروس في تعلم العود، وايضا راح ناخذ المعلومات الموسيقية جدا مهمة وناخذ المقامات بصورة عامة وامثلة عنها. شكرا لكم وتحياتكم زياد هادي.